عم بتحاول تساوي؟ لك شو هالحكي هذا؟ كيف بتحكي هيك قدامهم؟ اياد اهدى، اتركني. نحن الاثنين حتى هو كمان بيعرف انا لما دريت انه فتون بتحبك الك تركتها وبسرعه تراجعت عن الشرط تبعي. يعني فتون بتحبني وانت معترف بهذا الشيء مو هيك؟ هالحب كان من زمان وانتهى، بس انت ما عم تستوعب الموضوع. مجد عن جد يلي عملته عيب، قلت رح تعمل حفله مشان تعتذر وصدقناك واجينا. شباب بس دقيقه، عن جد انتو عم تظلموني، فهمتوني غلط. نحن فهمنا يلي فهمنا. انا هلا بدي اخذ فتون وروح. لحظه اياد استنى، اترك ايدي. اياد ممكن تروق شوي؟ ليك مثل ما سمعتك انت لازم تسمعني كمان، انا وترتك وبعرف انت معك حق، بس بشو احلف لك يا اياد انه انا ما عاد في شي بقلبي تجاه لفتون، ولو ما كان هيك انا كنت مروح هالفرصه اللي كانت قدامي جوا. الحكي اللي حكيناه هداك اليوم كان الكل عرف فيه هلا، بس حديثي من شوي كان مشان اثبت اني ليلى صادق معك. والفيديو يلي صورته بوقتها معك؟ ما في هيك فيديو، لانه انا مسحته من زمان، والشرط اللي كان بيناتنا لساته صار بيناتنا نحن الثلاثه مو اكثر. اياد لو سمحت خلينا نفتح صفحه جديده بقى. ليك انا اليوم بعتت ورا الكل كرمال اعتذر منكم ونطوي هالصفحه، وبعرف القصه رح تكون صعبه كتير عليك، بتسامحني اياد؟ خلصنا اياد، فهمنا بقى، كون انت الكبير. بعدين لا تنسوا انه نحن الثلاثة بهالزمانات كنا كتير رفقات، صح؟ يعني عن جد اشتقت لجماعتنا الحلوة. يلا اعتذروا من بعضكم، تصالحوا بقى. ها؟ الحق علي انا، اياد ما غلط معي ابدا، انا اللي غلطت معه. بهي اللحظة انا كتير فرحان، بس رح أفرح أكتر إذا بتحضنوا بعضكم. بتصور في شي كبير بين الشباب مو هيك؟ شو أمير ما بدك تحكي؟ شو عم يحاول يعمل مجد يا برهان؟ هذا اللي ساواه شو له معنى؟ يعني شو بده يعمل مجد؟ أنا شايف إنه عم يحاول يصلح الأمور بيناتهم مو أكتر لحتى يرجع لحياته. حتى لو ما بعرفه لمجد منيح، بس يلي عمله أكيد في وراه سبب مهم. على فكرة أنت طالعة مثل القمر. شبك رنيم؟ مليت من هالمكان ومن هالسهرة، ما بتوصلني على البيت؟ بلا طبعا. بتشكرك، يلا نمشي. من بعد إذنكم، بس أنا حابب أقول شيء اليوم بصراحة. هلأ كنا برا أنا وإياد ومروان عم نتناقش بالموضوع، وحلينا كل المشاكل وتصالحنا، وأنا يا جماعة صدقوني نيتي طيبة كتير. بجوز أنتو فقدتوا ثقتكم فيني، بس أكيد رح رجع هالثقة وبأقرب وقت ممكن، أنا متأكد. المهم هلأ ما بدنا نطول كتير بالحكي، رح نعتبر حفلة اليوم بداية جديدة لرفقتنا. صحتكن.